لدينا ما يسمى بالكلاسيكال بيوإيزوستيرز، البيوإيزوستيرات التقليدية تظهر نتيجة تخدير مبكر للمفهوم، وتشمل بنى بسيطة أو ذرات أو مجموعات. فلدينا هنا المونو فالنت أتومز أور جروب، الذرات أو المجموعات أحادية التكافؤ، مثال ديتيريوم والهيدروجين، فلور والهيدروجين NH2 and OH، RSH and ROH. لدينا divalent atoms or groups، الذرات والمجموعات ثنائية التكافؤ، CC CN CO CS. كلها هذه عبارة عن إيزوستيرات فيما بينها. أيضا trivalent atoms or groups CH N، تترا سبستيتيوت أتومز، الذرات رباعية التبادل، كربون بأربع متبادلات، سيليكون بأربع متبادلات، أو أزوت بأربع متبادلات الذي هو الأمونيوم. لدينا أيضا رينج إكيفالنت، المكافئات الحلقية، لدينا البنزين، لدينا البيريدين كإيزوستير للبنزين. البيو إيزوستيرات غير التقليدية تكون مميزة من الناحية البنيوية، تتألف عادة من عدد مختلف من الذرات، وتعرض خواص فراغية وإلكترونية مختلفة. فهنا نلاحظ أولا سيكلينج أند نون سيكلينج إيزوستير، لدينا الاستراديول في هذه الصيغة، ونلاحظ هو عبارة عن رباعي الحلقات، الحلقتين التي في الوسط تم استبدالهما بـ non-cyclic isoster، وقد أخذ في الفراغ نفس ما أخذته الحلقتين في الاستراديول، وحصلنا على هرمون نسائي صناعي. كذلك لدينا exchangeable group carboxylic acid isoster، إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية، نلاحظ هو COOH، وهنا عبارة عن C double liaison N و C N، وهي مشابهة لل CO OH. إذن هذين المجموعتين هما إيزوستيرات للكربوكسيليك أسيد. تطبيق البيو إيزوستيرات في تصميم الدواء، نأخذ مثال الفلور كإيزوستير للهيدروجين. أدت الخصائص الفريدة للفلور إلى تطبيقها على نطاق واسع في تصميم الأدوية كإيزوستير للهيدروجين، نظرا لأن دمج الفلور يمكن أن يعدل مجموعة من الخصائص التي تهم الكيميائيين الطبيين، حيث نلاحظ هنا الحجوم 1.2 أنكستروم، 1.3 أنكستروم. 20% من معظم الأدوية هي عبارة عن مركبات مفلورة، هذا يدل على أهمية الفلور كإيزوستير للهيدروجين. Improving metabolic stability، إحدى استراتيجيات مكافحة الاستقلاب المنخفض تكون في حجب الموقع المسؤول عن الاستقلاب باستخدام متبادل الفلور، والأمل في أن ذرة الفلور الصغيرة لن تضعف ارتباط البروتين المستهدف. نلاحظ في هذا المثال الذي هو عبارة عن مركب كوليسترول absorption inhibitor خافض للشحوم، هذا المركب lead compound نرغب في زيادة metabolic stability، فتم إضافة ذرتي فلور على حلقتي الفينيل، في الأولى في الموقع بارا وفي الثانية في الموقع بارا بدل مجموعة أو ميتيل، فحصلنا على مركب الذي فعاليته أقل من فعالية المركب المرجعي، كما هو ملاحظ مركب المرجعي 2.2 ميلي جرام لكل كيلوغرام، أما المركب بعد التعديل فهو 0.04 ميلي جرام لكل كيلوغرام.
التأثير على ثابتة التشرد باعتبار ذرة الفلور ذرة أكثر كهرة سلبية، فإن الفلور له تأثير قوي جدا على حموضة أو كلوية المجموعات الوظيفية القريبة، كما هو ملاحظ في هذا الجدول. نلاحظ الأمين، مجموعة من المركبات الأمين، مركب إيتيل أمين، فنلاحظ pKa 10.7. عندما نضيف ذرة فلور تنخفض إلى 9، ذرتين إلى 7، وبالتتابع. كذلك في مركبات الأسيد، عندما نضيف ذرة فلور تنخفض pKa، ذرتين تنخفض أكثر. لذلك يمكن استخدام هذه الخاصية في تحسين فعالية المركبات. لدينا المركب التالي، وهو عبارة عن مضاد للسرطان pKa 8.8، وهو يطرح عن طريق البي كليكوبروتين. تم العمل على خفض البي كي اي، وبالتالي خفض الكليرانس التصفية الكلوية مما يزيد من فعاليته، فأدخلنا ذرة الفلور في هذا الموقع فأعطى بي كي اي 7.6، وهو لا يطرح بنفس الشكل. هذا المركب غير مطروح بنفس طريقة المركب الأصلي، لذلك تزداد مدة بقائه بالجسم وبالتالي تزداد فعاليته. تأثير على التوضعات الفراغية الجزيئية. نتيجة الكهرة السلبية العالية للفلور، فإن الرابطة CF أكثر استقطابا، ويمكن أن تؤثر على التشكيلات المطابقة عبر تفاعلات كهروستاتيكية داخل الجزيئية. لنأخذ هذا المثال يلي هو هذا المركب يستخدم في معالجة الشقيقة. لدينا مجموعة الفلور، مجموعة الهيدروجين، هناك تفاعل انترا موليكولر داخلي، فيعطي هون ثابتة التركيز اللازم لتثبيط 50% من الأنزيم الحر، هو 720 نانو مول. هذا يأخذ في الفراغ توضع آخر، هذه هي تشكيلين، هو نفس المركب يأخذ تشكيلين مختلفين. في هذا التشكيل هذه تنخفض إلى 55 نانو مول، إذا هذا التشكيل هو الأفضل لنا في المعالجة من هذا. إذا نفس المركب، ولكن بسبب وجود ذرة الفلور يأخذ عدة توضعات فراغية، نختار التوضع الأمثل لنا. كربوكسيليك أسيد إيزوستير، إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية، درست على نطاق واسع، وتركزت هذه الدراسات على تعزيز الفعالية، الحد من القطبية، زيادة الحب للدسم، تحسين نفاذية الغشاء، تعزيز خصائص الحرائق الدوائية، وتقليل احتمالية السمية. نبذة عن إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية. إذا هنا لدينا حمود إيزوستيرات مشتركة، ولدينا إيزوستيرات تقوم على الحلقات غير المتجانسة. إذا المشتركة لدينا مجموعة، جميع هذه المجموعات هي إيزوستيرات مشتركة وبديلة عن الكربوكسيليك أسيد. الموجود الملون بالأزرق هو الأكثر استخداما، نلاحظ أن RCONH، كما مجموع الكربوكسيليك COOH، إذا هذين المجموعتين أكثر استخداما، ولكن جميع هذه المجموعات يمكن استبدالها بمجموعة الكربوكسيل. أيضا يمكن استبدالها بهيتروسيكليك بيس إيزوستير، إذا حلقات غير متجانسة. أيضا هذا المركب الأساسي، هنا لدينا CO يشبه COOH، إذا أيضا جميع هذه المركبات تستخدم كإيزوستيرات للحموض الكربوكسيلية، وفي الأزرق الأكثر استخداما. إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية المستخدمة في مستضدات مستقبلات الأنجيوتنسين، توفر مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 رؤية إرشادية لتصميم إيزوستير الحموض الكربوكسيلي، لأن التقارب المرتبط بالمستقبل في سلسلة من أحماض ثنائي الفينيل حساس تماما لهوية العنصر الحمضي،
نلاحظ في هذا المركب الذي هو عبارة عن أنتاغونيست خافض للضغط الانهيبيشن كونسنتريشن 15 يعادل 275 عندما يكون الجذر R هو حامض كربوكسيلي COOH. لزيادة الفعالية نستخدم إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية. هذه من إيزوستيرات الحموض بعد إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية. فإذا استخدمنا الحمض الأول الذي هو سلفاميد فتصبح الفعالية 100، أما إذا استخدمنا هذه الحلقة الرباعية تصبح 25، وإذا استخدمنا الحلقة الخماسية التترا أزود فتصبح الفعالية 3. إذا تغيير الإيزوستيرات يؤدي إلى تغيير الفعالية، وهنا في حالة إيزوستيرات الحموض الكربوكسيلية تكون الفعالية متزايدة. استخدام بنسيت دي فلوروفينول كإيزوستير أو كمشابه للحمض الكربوكسيلي يؤدي إدخال ذرات الفلور في 2.6 من مواقع الفينول إلى زيادة الحموضة، مما يدفع إلى فرضية أن هذه الوظيفة قد تعمل كمحاكي أو كمشابه لـ COOH المحبة للدسوم. فنلاحظ هنا هذه المجموعة الكربوكسيلية لديها مجموعة وظيفة الـ OH التي تعطي الحموضة، ولديها هذا الـ O الذي يرتبط برابطة هيدروجينية. بالمقابل نلاحظ في ديفلوروفينول أن الفلور يرتبط برابطة هيدروجينية والـ OH تعطي الخاصة الحمضية. فإذا طبقنا هذا الكلام على مركب الدوز ريدوكتاز انهبيتور، مثبطات الدوز ريدوكتاز التي تستخدم كخافضة للسكر في هذا المركب، نلاحظ الانهبيشن كونسنتريشن 50 هو عبارة عن 2.4 ميكرو مول. فإذا استبدلنا هذه المجموعة أو هذه الوظيفة الكربوكسيلية لزيادة الأكتيفيتي والليبوفيليسيتي، إذا استبدلناها بدي فلورو الفينول نلاحظ أن الانهبيشن كونسنتريشن 15 أصبح أكثر فعالية وأصبح 0.39 ميكرو مول، فزادت هذه الفعالية وهو الهدف المطلوب.